هو مشهد العمل ذاته قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لكن الإنتاج ليس كما كان، فصناعة الأثاث في هذا المصنع قد انخفض حجمها بشكل كبير بعد منع إسرائيل دخول الأخشاب وبعض المواد الخام اللازمة للإنتاج. اليوم إحنا وعوداتنا لزبائننا الكرام ما بنقدر نوفي فيها، اليوم إحنا اتفاقاتنا مع الزبائن اللي تأثرت من الحرب وما عندها القدرة المالية إنها تشتغل معانا اليوم، الاتفاقات هذه كمان تأثرت سواء بالوقوف أو بالتأجيل، تمام؟ ما أثر علينا سلبا هذا الكلام يعني. وعندنا كمان شغلة تانية، المواد الخام عندنا نقص فيها أصلا من قبل الحرب. قلة القوة الإنتاجية أدت لتسريح 15 عاملا من أصل 22 شخصا كان هذا المكان مصدر دخلهم الوحيد. أما من بقي على رأس عمله فتحاصره التخوفات من فقدان رزقه. يعني إحنا كعمال عايشين في مأزق، بس بدنا نعيش في البلد هذا، بنحاول نتماشى مع الوضع الموجود، بنشتغل اليوم يومين بس مجرد للأكل والشرب، وياريت الأكل والشرب المطلوب. يعني لما يكون عندك طلاب جامعات، يكون عندك أولاد في المدارس، هذا طبعا أنت بيعمل عندك عجز. تقول اللجنة الشعبية لكسر الحصار إن 90% من مصانع غزة بحكم المغلق جراء منع الاحتلال إدخال البضائع والمواد الخام. حوالي 90% تقريبا من مصانع غزة إما مغلق بشكل كامل أو شبه مغلق، لأنه سنوات الحصار وتشديد الحصار في الفترة الأخيرة كان له أثار خطيرة على واقع هذه المصانع. لازال الاحتلال يمنع دخول مواد الخام اللازمة للصناعة، وهذا طبعا له تأثير كبير على واقع العمال، حوالي 300 ألف عامل معطل عن العمل. تشديد للحصار أدى لشبه انهيار في الواقع الاقتصادي لقطاع غزة، الذي وصلت نسب البطالة في صفوف سكانه لأكثر من 60%. يعتبر القطاع الصناعي المشغل الأكبر للأيدي العاملة في قطاع غزة، وبعد إغلاق مئات المصانع تحول أصحابها للتجارة حفاظا على استمرارية الدخل ولو بشيء قليل. في نسليم الغد، غزة فلسطين.